والناس في الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وقد فصل في هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، قال على الصنف الأول وهم أتباع جحم بن صفوان الجحمي الجبري، هذا الصنف أنكر الأسباب وقال إن الأسباب لا أثر لها. كيف ذلك؟ يقول إنما يحصل من عند الله عز وجل دون أن يكون للسبب تأثير. فمثال ذلك لو رميت بحصاة زجاجة فكسرتها فهذا الكسر إنما حصل عند الرمي لا بالرمي. وكذلك الجوع يدفع بالأكل، فإذا جاع الإنسان فأكل فشبع فإن هذا الشبع إنما حصل عند الأكل لا بالأكل. ومن ثم وقعوا في داهية كبرى، وهي أن دخول أهل الجنة الجنة ليس بسبب الأعمال، ليس بسبب أعمالهم، وأن دخول أهل النار النار ليس بسبب أعمالهم، وإنما قالوا إنما هذا هو محض مشيئة الله عز وجل، وهؤلاء هم الجبرية. صنف آخر أخذوا بجميع الأسباب ولم يفرقوا بينها، وهم الصوفية ومن شابههم، فإنهم أخذوا بكل شيء سواء ثبت عن طريق الشرع أو عن طريق الحس أو لم يثبت عن طريقهما. ولذا الصوفية يقول بعضهم إذا وصل الإنسان إلى مرتبة اليقين له أن يستبيح المحرمات وأن يدع الواجبات، فجعلوا اليقين سببا في ترك العمل بالشرع، مع أن واقع المسلم إذا وصل اليقين أن يزداد خيرا وطاعة. جاء بالصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام تتفطر قدماه فتقول عائشة رضي الله عنها كيف تصنع بنفسك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة أخذوا بالأسباب مع اعتمادهم اعتمادا كليا على الله عز وجل، مع يقينهم بأنه جل وعلا قادر على إبطال السبب. ويجمع هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال احرص على ما ينفعك، هذا هو فعل السبب، أن تفعل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فليس الحرص جالبا لك ما تؤمله ولا دافعا عنك ما لا يلائمك، وإنما قال واستعن بالله، فجمع بين السبب وبين الاعتماد على الله عز وجل. ولا تعجز، والعجز إما يكون في ترك الأسباب أو في ترك الاعتماد على الله عز وجل.